السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الناجي من عالم بيرو. النهارده جبت لكم فيديو قصير كده يا رب يفيدكم. بس اول حاجة بقى تعملوها، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويخليه للكل. من الحاجات اللي بتسحب نت جدا عندنا في كل موبايلاتنا ان الفيديوهات بتشتغل تلقائي بالطريقة دي زي ما انتم شايفين بدون ما احنا نشغلها. وعشان نقفل الموضوع دوت ونوفر شوية في النت، تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنخش على الحساب بتاعنا او القناة بتاعتنا من الايقونة هنا. تاني حاجة هدوس على الاعدادات. تالت حاجة هدوس على الاعدادات العامة. شايفين ظهر لي ايه؟ تشغيل الفيديوهات بدون صوت في الخلاصات. هدوس عليها، بعمل متوقف بس كده خلاص. هخرج دلوقتي هوريكو. شايفين الفيديوهات ما بقتش بتشتغل تلقائي لوحدها، وده يوفر لنا كتير جدا من النت باذن الله. يا رب يكون الفيديو بتاعي الصغير ده فاتكم يا رب. يا ريت برضو للمره التانية اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس وما ينسانيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.